السلام عليكم، نرحب فيكم في مادة الار بروجرامينج في مقدمة في المدن والنظم الذكية. الآن هذا الجزء الأخير اللي حنتكلم فيه عن الداتا ترانسفورميشن. في فانكشنز مهمات جدا بنستخدمهم لنختار أو لنشتغل على الروز الموجودة. الفانكشن اللي هتكلم عنها اليوم زي فلتر، زي ارينج، سيلكت، موتيت، سامرايز، وجروب باي. هذه الفانكشن مثلا نيجي للفانكشن الاولى الفلتر. الفلتر allows you to subset observation based on their values. يعني لو انا بدي اقسم الموجود عندي الداتا بناء على القيم تبعاتها. الفيرست ارجمنت هذه بتاخذ العديد من الارجمنت. الارجمنت الاولى هي النيم للديتا فريم، والسكند سبسيت اللي انا الارجمنت اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. الان بتم في الاول بنروح على الداتا سيت هنا في الارجمنت الاولى، وبعدين بنشوف ايش العمود اللي انا حشتغل عليه. الان لو هذا العمود ساتسفايد بروح للعمود اللي بعده، وبروح للي بعده، وبروح للي بعده، وهكذا الموجود عندي. يعني ببدا من الداتا سيت وبروح على الاعمده الموجوده وافحص الداتا الموجوده فيها، او اعمل فلترنج للداتا الموجوده فيها في هذا المجال. الان في عندي طريقتين بقدر استخدمها. الان to save the result you will need to use the assignment operator اللي هي احنا عارفينه. هاي مثلا هنا بخزنه في الجان 1، بخزن الايش الداتا الموجوده عندي اللي هي اللي بتاخد ها اللي ساتسفاي الكرايتيريا الموجوده عندي. الان في طريقه تانية، انا بدي اظهره على الشاشه. لو بدي اظهره على الشاشه بحطش الاساينمنت الموجود عندي. الان لاظهره على الشاشه واعمل له سيف بستخدم الكوماند الموجود عندي. انا بحطه بتوين برنتسيز زي هيك، بخزن وبظهر لي على الشاشه. بس هذا للعلم. الان الكومباريسون، في عندي بعض الشغلات اللي انا ممكن احتاجها لما استخدم فلتر او استخدم الكوماندز اللي شفتوها. اول واحد من هذا المسوي الستاندرد، يعني الستاندرد سوت اللي هي ايش اكبر، او يعني لما تساوي اكبر من، اكبر من او يساوي، اصغر من، اصغر من او يساوي، لا تساوي، does not equal. هذه زي ما حكينا greater than، greater than or equal، less، less than or equal، هنا is not equal. نستخدمش الايكوال هاي لانه هذه لها دخل بالايش اللي عندي، لها دخل باللوجيك، فبتجيش هنا. هاي الموجود عندي الموجود لو بدي استخدمها بستخدم هذه الايكوال ايكوال اللي هي لها دخل بتشابه الموجود عندي. اما بقولش ايش يعني بستخدمش الايكوال وان اوف ديم، لان الوان اوف ديم هي للاسايمنت. يعني لو عندي ايكوال لحالها واحده هذه عباره عن اسايمنت، ايكوال ايكوال هذا بصير لوجيك بتيجي مع هدول. الان كومن بروبلم انكاونترز اللي عندي لما احط ايكوال ايكوال، في عندي حاجه بتحصل بنسميها الفلوتنج بوينت نمبر. مثلا لو اخذت سكوير روت لاثنين وربعتها المفروض تعطيني اثنين، بس لو فحصها لانه للفلوتنج بوينت نمبر هذا بتعطيني ايش ايرور، بتعطيني فولس. الان هذه لا اتغلب عليها ايش بحط، بحط النير يعني تقريبا بتصير. فايش هذا النير؟ النير يعني بتاخذ، هي فانكشن بتاخذ تو ارجمنت، الاولاني والثاني لو قراب لبعض بتقول بتعطيني الاجابه ايش ترو، بتحل مشكله الفلوتنج بوينت نمبرز. يعني هذه بتريحنيها. لوجيكال اوبريتورز اللي هي الاند والاور والنوت، هذولا هذه انت واشاره اللي فوق هذه الواقفه الخط الواقف عمودي، هذه الاور والنوت الموجود عندي. ها الان افتر فلايت مثلا، هي عندي افتر فلايت مانت ايكوال ايكوال اللي عندي، اور يعني ايكوال ايكوال هنا 11
or month equal equal 12. هاي هنا اللي عندي، اذا هذه ترو او هذه ترو بتمشي عندي هاي. الان لو حطيت اند بتقول بتصير تفحص هاي، مش حيطلع عندي، حيطلع هذا الست امتي لانه فيش عمود في 11 و12 في نفس الداتا الموجود عنده. بس هذا بتطلع لي كل الاعمده اللي بشهر 11 او كل الاسطر اللي بشهر 11 وكل الاسطر اللي بشهر 12 الداتا تبعتهم تطلعها. A useful shorthand for this problem is بنسميه هذا البايب اللي عندي، وهذا حنتكلم عنه لاحقا. بحط اكس والبرسنتج والان والبرسنتج of y. This will select every row where x is one of the value in y اللي عندي. لما تكون هذا x هي جاية في ال y تستخدمها. مثلا هنا ايش بدي اعمل، حطيت المانث هنا وحطيت c يعني الديتا اللي هاي، قالت لي 11 و12 لما الاقيهم في الشهر هذه الديتا بختارها. الان فلتر flights هي does not is not arrival delay greater than، مثلا هذا اللي عندي الديلي مش اكبر من، يعني هذا بجيب ديلي اول حاجه الاكبر من 120، او الديبارتشر ديلي اللي هي يعني خلينا نقول التاخير، هذا التاخير في الوصول، تاخير الوصول وهذا التاخير في الايش في المغادره اكبر من 120. لو عكس هذا يعني عكس هذا اللوجيك بجي بتعطيني كل الفلايتس الموجودة عندي. وهاي لو بدي احطها بطريقة تانية بقول الفلايتس اللي عندي الارايفل ديلي اصغر او بتساوي 120، والديبارتشر ديلي اصغر او بتساوي 120، بتعطيني بتعرض الديتا الموجودة عندي. في حاجة احيانا بتصير خربطة، ايش بيطلع عندي missing data او not applicable. ال not applicable not available data، ال not available data يعني الداتا هاي مش متوفرة عندي. فهذه لما تدخل على أي عملية حسابية ال not available بتعطيني not available، فهذا بتسوي لي مشكلة. الآن لو أنا بدي أشوف ال value missing بدي أطلع عليها، بدي أقول جيب لي ال NA الموجودة عندي. هذه هذا الكوماند is ISNA X، يعني بتشوف لي هذا العمود هذا أو الديتا الموجودة عندي في X، في عندي missing values أو not available data ولا لا، بتعطيني. إذا true معناته في عندي missing، إذا ما فيش معناته أعطتني false، معناته فيش أي حاجة عندي. هذه لأنها بتعمل لي شوية خربطات في الحسابات تبعي أو في التحليل تبعي. الفلتر only include rows where the condition is true. It exclude both false and NA values. If you want to preserve missing values, ask for them explicitly. يعني هذا نتطلع عليها. طيب كيف بدي أعرفها؟ بدي أقول عندي DF هاي وأعملها assign table الاكس بدي يساوي السي اللي عندي الاول هاي يعني ثلاثة، بعطيني ثلاثة element العمود الاول قديش هي السايز تبعه، والان اي بعطيني اياها هاي، والكاونتر تبعي الموجود عندي، وبحط فلتر ودي اف وبقول اكس اكبر من ايش من واحد، بتعطيني بتعطيني القيم الموجودة. او بقول عندي فلتر دي اف اي اس دوت ان اي في الاكس اور اكس جريتر دان 1، فهذه بتعطيني بترجع لي القيم وين موجود عندي missing data. طيب ناخذ بريك وبنرجع تاني بنتكلم على الفانكشنز التانية. يعطيكم العافية.